هذا دليل على وجود أذى موروث قديم جدا عمل للأسرة، للوالدة ويمكن حتى الجدة اللي قبلها لو سألتي. صح صح نعم. صارت تتكرر عندي أحلام. أنا في يعني كان عندنا بيت قديم، بيت جدي، وأحلم أنه يعني يكون بالليل وظلام والبيت أصلا مهجور، وأحس نفسي أني أنا كأني أروح هناك. و يعني هذا الحلم تكرر أكثر من مرة. إذا تكرر دورات المياه المتسخة والمغلقة يصعب على الإنسان يدخلها ويتصرف فيها، أو البيوت المهجورة أو البيوت القديمة، يدل على أنت كيف صحتك، الظهر، البطن تحديدا. ظهري دائما من أسفل الظهر آلام أي متكررة أسفل الظهر؟ يعني، أيوة. وعندي تكيسات ومتأخرة عن الحمل 3 سنوات. 3 سنوات متأخرة، أو يعني حملتي قبل كذا ولا ما في عيال لا أصلا؟ لا ما لا ما حملت. ما أنجبتي أصلا؟ كم سالج متزوجة؟ 3 سنوات. 3 سنوات. أيوة. الوالدة كيف صحتها إذا كانت عايشة إلى الآن؟ أمي تعاني، وبصراحة أنا ما عندي إخوان ولا أخوات، وهي ما أنجبت غيري يعني، لأنه كأن واضح إنه واضح إنه في شيء موروث، في شيء قديم. بالضبط. البيوت، أيوة نعم. أيوة صح. أنت من لأن وين؟ من عمان؟ أيوة والآن مقيمة في عمان؟ أيوة في أحد من الأسرة كذا على بلاط عشان نخلص أنا وأنت، في أحد من الأسرة من أقاربك أو من الأسرة أو من العائلة أو من المقربين أو من أي أحد تعرفينه معرفة شخصية يتعامل مع السحرة والمشعوذين ولا لا؟ بصراحة يعني نحن يعني خالتي نفس الشيء تعاني، إيه؟ وكأنه ظهر لنا يعني الأشخاص، فنحن دائما نتجنبهم هذا الأشخاص. يعني صاروا معروفين ومكشوفين الأشخاص هذول اللي يتعاملون بالسحر والشعوذة. أيوة يعني أحس أنا حتى كان نعم. عندي تعطيل في موضوع الزواج. طيب، واضح واضح إنه شوفي، يعني أنا لأول مرة يمكن لو لاحظتوا، لأول مرة أقول إنه في شيء عمل موروث، عمل موروث عمل للوالدة وعمل لكم أنتم كمنزل وكأسرة وحتى أنت، ولكنه غير مذهب للعقل. يعني العمل اللي عمل غير مذهب للعقل، فأنت مدركة وتصلين وأمورك تمام وتقرأين وكل شيء تمام، ولكنه تؤذين في مناطق في الجسد وعند التأخر في الحمل والتكيسات والقلق النفسي والتوتر أحيانا مع الزوج. صح دائما تفكير، على فكرة. نعم، أحيانا تفكير سلبي إنه لا أنا بنفصل وأتزوج آخر لربما يكون عندي مشكلة فيه. يعني فيه أحاديث كثيرة جدا تدور في داخل الأنفس عندك موجودة. هذا دليل على وجود أذى موروث قديم جدا عمل للأسرة، للوالدة ويمكن حتى الجدة اللي قبلها لو سألتي. صح صح نعم. فلذلك أنا أطلب منك شغلة مهمة جدا، إنه أيوه. أنت إذا أنت تسجلي الشاشة الآن سجليها على أساس تطبق. خلاص مسجلة. تمام عليك. نبغى نبدأ من بكرة إن شاء الله، تبدأ من بكرة تجيبين دبة موية بمقدار 5 لتر أو أكثر، تحطينها بغرفة مخصصة، تفتحين الغطاء حقه، تقرأين سورة البقرة كاملة، ثم تنفثين في هذا الماء وتنفثين على نفسك وتروحين. إذا استطعتي تقرأين سورة البقرة كاملة في يوم واحد في جلسة واحدة تمام. ما استطعتي جزئيها، وكل ما خلصتي تنفثين بالماء، وبعد ما تخلصين تاخذين منها شوية تشربين. طبعا قبلها الدعاء والتحصن، تحصنت بلا إله الله، تحصنت برب الفلق من شر ما خلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، الاستفتاح. وبعدين تبدين ترقيد، تقرأين الفاتحة ثم تقرأين سورة البقرة. اليوم اللي بعده سورة الفاتحة وسورة العمران، بعدين تنفثين، اللي بعده سورة الفاتحة وسورة طه، الفاتحة والإسراء، الفاتحة والشعراء، الفاتحة ويونس، الفاتحة والصافات، الفاتحة والفتح، الفاتحة ومحمد، الفاتحة والجن، الفاتحة والزلزلة، الفاتحة والمعوذتين، والكافرون، والإخلاص. تقرأ كلها بجلسة واحدة. أنا ليش استعجلت في الكلام؟ إنه أنت سجلتي، يعني راح ترجعين للتسجيل، راح ترجعين للتسجيل. وبعد ما تخلصين القراءات كل هذه تنفثين بالماء هذا اللي موجود، تبدين كل ما ينقص تبدين الاستخدام، كل ما ينقص يوصل الربع مثلا تزيدين عليه كمية نظيفة جديدة صالحة للشرب وصالحة للاغتسال. تشربين مقدار كوب، أنت والزوج كل أحد منكم مقدار كوب، وبعدين تأخذون بمقدار لتر أو أقل وتصبين الصب من على هامة الرأس، تغتسلين فيه بدون تنشيف، لا تنشفين الجسد بعد ما تغتسلين من برودة الغرفة، لا تسخنينه ولا تبردينه من برودة المكان نفسه، تأخذينه وتتحممين فيه
واليوم الثاني تستمرين تستمرين بهذا الحال مع المشي حافة الأقدام وقراءة قل يا أيها الكافرون. تمشين حافية الأقدام قريب جدا من منزلكم تطلعون أو في أي مكان، تمشين حافية الأقدام أقل تقدير مرتين في الأسبوع بما لا يقل عن 30 إلى 45 دقيقة في اليوم أنت والزوج مع بعض أثناء المشي. طبعا يكون المكان تمام وتقرؤون فيه وأثناء مشيكم تذكرون الله ما شئتوا وتستغفرون ما شئتوا، ولكن يهمني قراءة قل يا أيها الكافرون حتى إن شاء الله الكافرون. واضح كلامي؟ واضح. بمشيئة الله سبحانه وتعالى محبة الشيخ راح تجدين تأثير إيجابي مباشر من لحظتها، وبعدين تسوين الحجامة وبعدين التمر والزيت وبعدين تستمر على هذا، ولكن نبدأ الخطوات اللي أنا ذكرتها الآن. نعم استودعت الله بإذن الله. شكرا يا شيخ، عسى الله يهم.